تقبرني حط لك مي مشان ما تعطش الطريق. لك يا رويدة شو رايح على الصحراء انا؟ ما طريقي كله مي وفي وخضرة. شو يا بي؟ عندك سبق خالي اليوم؟ لا يا بي، بدي اطلع المزرعة الشق عليها، صار لي زمان ما طلعت. يا بي، خدني معك، والله داخلي من هالبيت. وين بدك تروحي وتتركيني لحالي؟ ما شايف العالم عم يجوا يهنوني بسلامة أخوك؟ عادي عادي. خلص يا بي، ولا يهمك، إن شاء الله بس يتحسن أخوك منروح كلياتنا ومنعدنا يومين ثلاثة، وأنا اليوم بفهم منوري تعزل المزرعة أوضة أوضة، منيحة؟ يعني جهز الحبل مشان تعمل لي مرجوحة هونيك بالمزرعة. ها لعيونك أحلى مرجوحة يا بي. صغيرة لأنه لا تتمرجح يا بعدي. أب حمام، شفتي على القطعة سيد راشي؟ شفتي على القطعة؟ هاي جديدة ولا مقلنة؟ تزعل منك أبو حمد؟ ها شو مقلنة؟ جديدة سيد راشي، جديدة، الله وكيلك جديدة. يا أبو نجيب، طالما عندك وحدة جديدة ليش ما بتلبسها أحسن ما تبيعها وتشتري وحدة مقلنة؟ شو هالسيد راشي؟ شو تفضلتوا سيدي؟ بدك يعني البسها لهي؟ ما بسخى يا ابو محمد، والله ما بسخى، بعدين بحقها بجيب اربع مقلنين ما بسخى. يعني عريجك يا ابن نجيب، بس باين انت قطعه نظيفه. ها نظيفه من وين جايبها؟ هذا يا سيدي من اللي انت في لي رفيق باسطنبول بيعزني كثير كثير، بيعزني جاب لي هديه. يعني عريجك على السردة هي. ولك انت يا ابن نجيب رفقت بالحاره ما عندك، بدي يكون في عندك رفيق باسطنبول. ابو محمد خود مني بالأخير، الله وكيلك بخلى أهل الحارة ما بيتصاحبوا سيد راسي، ما بيتصاحبوا، الله وكيلك. سيدي خلينا بالمهم، ولا لا شو بدنا بيع العي مشان الله؟ أبو حماد اللي قديش تسوى ليك يا ابن نجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. دقيقة أبو حماد، خير. شو في يا سيدي؟ عندي قطعة مرتبة غير شكل. خير شو هي القطعة؟ صباط اسطنبولي جاي هدية لأبو نجيب، قلت لحالي من أول ما شفته ما في حدا بيفهم بهيك شغلات غير أبو خيره. إيه إيه، لا اسطنبولية ملوكية أصلية. عجبتك يعني؟ إيه عجبتني، حط لي إياها بالكيس لإلك. إيه ها؟ يستر عرضك سيد هاشم، وطنم بيع سيارتي، وطنم بيع، الله يستر. لك شو صار لك؟ ما نعطيها أهل الزلمة بده يشتريها. أخي ما بدي بيع. لك معقولة؟ لك عطيتك إياها لحتى تلبسها بتقوم تيجي بدك تبيعها بس مو الحق عليك؟ في ناس أحق منك فيها. لا والله ما بدي أخذها. الله يوفقك يا محمد، الله يوفقك يا محمد. دعاس، أنت ويوسف وأبو سطيف بديروا بالكم على الحاصل بغيابي. تأمر معلم. ويا واش يا واش على الشغيلة. ها حاضر معلم. ديبو نط سناول التنبر والحاني على المزرعة، وجيب معك الفانوس لأنه بجوز نتمسى لنرجع. تأمر معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك معلم. الله يسر لك. الله يديمك. أمان الله. يسر لك. ربي بيوفقك يا معلمي. أمين يا رب. الله عليك يا ابو نجيب، بده يبيع لك. ايه والله عجبك على العمله. هذا الزلمه طول حياته هيك، بيجمع بالمصاري وبيعرف حاله من كل شيء. لك وسمعت انه ابن نجيب طفش من الحاره بسبب طبع ابو، مزبوط الحكي؟ ايه مبلا، قلع من البيت مشان شويه قهور ما اشتهى ياكلون. لا ونجيب ولد شغيل وتعيب، كان يطلع من اذان الصبح يجرها الكراجه مثل القديش هيك لاذان المغرب، وكان كل شيء طالعه ياخذ الابو منه. والله لا يعطيك العافيه يا ابن نجيب، مشان شويه اورما بيقلع الولاد. لا والمسكين وين ما عاد كان يفتحوا له سيره ابوه على ضحك ومسخره. الولد ما عاد يتحمل، طفش من الحاره وما حدا عرف وين اراضيه. اي والله معه حق. هات لنشوف شو فيها الكزيطان. والله يا ابو زهدي في اخبار لا بتفرح ولا بتسر. خير خير، شغلت لي بالي. الحرب على الآنة وكل ما لعمة تقرب صوبنا. مين على الآنة بقى؟ بأوروبا، مو مطولة توصل لعنا. يا لطيف، مشان هيك أخذ عسكر وشغال على أبو جنب. اي نعم. لك إن شاء الله بتسلمي لقلبي على هالركان. اي والله والله، عمك أبو وطاح ما يشوف جات هالفواكه ليطير عقله. يا عفاف، عفاف. مور ابن عمي، جيبي لي مكبس الشوارب وحنجور الدبع دخيل عينك. من عيوني. روحي صبوها تشوفي لي. حاضر يا بي. تفضل. يسلموا. أهلا خالو. مين؟
عودوا خالي ابو دياب يا بي. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالعقيد. اهلا سهر. اهلين ابو دياب. اهلين عقيد. والله شرفتوا. اهلين اختي الله يرضى عليك. يا ميت اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا شرفتوا. نجوحه تعي تعي. تفضلوا. كيفك سهر شو اخبارك؟ يا ميت اهلا وسهلا الله يخلي لي اياك يا رب. اهلين ابن عمي. اهلين. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو شلونها دلال؟ الحمد لله على حالها. ما بعرف ليش انشغل بالي عليها، لما تسكرت دكانتي قلت لحالي اجي شوفها. إيه لكن ما زالك اجيت ابن عمي، رح اوصل لعند ام وضع حنيه بسلامه ابنها، وانت بتبقى عند البنات لبين ما رجعت. يا بديع، انا سكرت دكانتي مشان اجي شق على البنت وارجع، وين بدك تروحي وتتركيني؟ ولك يا رجال، والله مو حلوه ما روح حنيه للمخلوقه بسلامه ابنها، الواجب واجب. مو هيك علمتني ابن عمي؟ ولا أنا غلطانة؟ لا ماني غلطانة. روحي اعملي هالواجب ورجعي، بس لا تتعوقي. ابن عمي الله يخليك، لا تطلع من البيت لحتى أرجع، لأنه البنات صايرين عم بيخافوا. أوف، الدنيا نهار، من شو عم بيخافوا؟ والله ما بعرف ليش صايرين عم بيخافوا. رح روح ألبس ملايتي. نوري يا ميت اهلا وسهلا بالمختار. يا ميت اهلا بمعلمنا. اهلين وسهلين باب نوري. شلونك وشلون العيال؟ الحمد لله بخير، الله كرمنا بفضله وخيره. لا اله الا الله. شو اخبار موسم السنه؟ الحمد لله، مثل مالك شايف ماشي حاله. الحمد لله. اب نوري يرضى عليك، زبط لي القعده لبين ما شق على البستان. على عيني معلم. يا اهلين وسهلين، تفضل. اهلين، ان شاء الله الحمد لله على سلامته، والله يعافي لك اياه يا ام وضاح. الله يسلم لي اياك يا رب، ويطعمك الصبي بجاه حبيبنا محمد. تسلمي ان شاء الله. شو وينها سميحه لكان؟ حبيبتي عم تتغسل. ايه حمام الهنا ان شاء الله. شلونن البنات؟ اخ يا ام وضاح، والله عندي هالصغيره. مين دلاء؟ اضرب عليها ان شاء الله. خير شو بها؟ والله صار لها كام يوم ضعفاني. معفاية ان شاء الله ومع لقلبها شر. تفضلي تفضلي. ابن عمي لك الجاهز. يلا يلا تفضلوا على البيسو. يلا اهلا وسهلا. شو سهر، ليش معذب حالك؟ لا 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 لا، تكون معتبرنا غربة ولا نحن ضيوف؟ لك انتوا احلى ضيوف بالعالم كله. شري اهلا سهر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل ابو دياب. هاتي يا ماما. يلا يلا. شو هاد اختي، شو هاد الخير كله؟ الله يجعله عامر. الله يجعله عامر يا رب. اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا. ايه سهر، ما قلت لي شو بموضوع الورثة؟ والله يا ابو قاعود انا مو من حقي احكي بهالموضوع بنوب. لا سهري، من حقك. مرتك لها حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان، ونحن بدنا نصفي الورثه وكل واحد ياخذ حقه. ايه شو عليه حق؟ حق عفاف رح تاخده مصاري، والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه، والبوايك نحن الاربعه عم نشتغل فيه. ابو قاعود اجل لي هالموضوع لبعدين. كول. رح اكل سهري، رح اكل. سهري ليكون مالك خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها. لا يا ابو دياب لا، يا عيب الشوم هي، ما حبيتها منك بنوب. اخي عشان تطمنوا انا راح احكي بالنيابه عن عفاف. عفاف ما بدنا منكم شيء بنوب، نحن اللي عنا مكفينا، ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر. بس يا ابو دياب انا عم بحكي امرك اخي، بس قلت لحالي يعني بركض عن صهري أبو أدهم عنده رأي تاني أو رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك. الله يسامحك يا أبو دياب، هاي ما حبيتها منك بنوب. تفضلوا أكيد. والله من ضل ميتين منه رعبة يا أم وضح، الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. يا لطيف، لهالدرجة وصلت معه؟ الله وكيلك الله وكيلك، لو ما الله دخيل اسمه واقف جنبنا بالوقت والساعة، لحتى كان هالواطي نزل على البنات. أعوذ بالله على الحكي، وكيف ترك البنات لحاله؟ لا أيوه، شلون تركتهم لحاله؟ إيه والله ما عدت استرجيت أتركهم لحاله لحظة واحدة. أبوهن عندهم تقبريني. وأبوهن دري بهالقصة؟ لا أيوه، إيه والله ما يدرى لحتى يشرب من دمه.
مثل ما بتعرفي يا موضع، جوزي غريب ووحداني ونحن حريمات، مالنا غير الله وهو. لهيك قلت لحالي بخبر عمي أبو غضاح، بركي بيلاقي لنا حل هالمشكلة. وأبو أدهم ما داري بهالقصة؟ والله الأخر ما استرجيت خبره يا أم وضاح. تعرفي أبو أدهم عصبي ودمه حام، خفت إذا خبرته يروح يذبحه وننفضح نكون نحن السبب وتصير قصتنا على كل لسان. خير ما عملتي ولا يهمك، طولي بالك. هلأ بس يجي أبو وضاح أنا بحكي له وهو بيحط له حد. أعوذ بالله ما يدرى بهالقصة ليطير عقله، ما بيهون عليه بهالحكي بنوب بنوب. بس دخيلك دخيلك يا أم وضاح، ما بدي حدا يضرب قصتنا غيركم، وأهم شي جوزي ما يعرف. أعوذ بالله، إيه أسرار الناس كلها عند أبو وضاح، كبير ماله قرار. الله يسلم لي الديات. دياتك يا معلم. هيك لك هاد قلت لي أبو نزهة اللعوب. إيه والله اللعوب. هو الحرامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولمين سلموا المخترة بعدين؟ لا ابن الشيخ إبراهيم، تعرفه؟ إيه ما بعرف غيره، الله يرحم أبوه، كان أبوه من أهل الله. إيه والله كل أهل الضيعة بتحبه. إيه عندك عندك، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أهلين ديبو. أهلين. أهلين ديبو، صلك زمان ما أجيت لعنا. والله بس يأمرني المختار إجي بجي، أمري بإيد الله وبإيده. الله يعطيك العافية ديبو، برضاي عليك سيك ديشة الحنتور عطشانة. عمرك عود ديبو، عود اشرب شاي وأنا بسقيها. عود صب شاي خالي صب. عمرك مختار. يا ميت أهلين وسهلين بأبو وضاح. أهلين أختي منوري، الله يسلم الديات. هدول المشمشات من المشمشة البلدية، ما بخلي حدا يقرب عليها، خص نص لإلك. الله يديمك يا منوري. شلونك ديبو؟ الحمد لله، الله يقويكي. ليش ما جبت معك أم وضاح وسميحة خانو؟ إيه والله اشتقنا لهون. ذكرتيني، نحن إن شاء الله بهالكم يوم يمكن نجي نعدلنا شوي. بقى الله يرضى عليكي بدي همتك أنت ونبيها تعزلونا المزرعة والقوض جوا. إيه هي تجي وبتلاقي كل شي جاهز، ليش في عنا أغلى من أم وضاح وسميحة خانو؟ الله يفرحك فيها ووضاح، قادر يا كريم. ويفرحك بحبايبك إن شاء الله. وبدي إياك يا شيخة زمزم تجيبي لي وضاح على قفاه وتخليه ما يعرف حلوة. والله يا أختي هاي الشغلة بدها الشيخ جوهر، أنا ما بقدر عليها. استني لشوف لك يا إذا فاضي ولا لا. لا الله يخليكي، خليه يفضى، ما بقدر أجي مشوار تاني. يا أختي الشغلة مو بإيدي، إذا كانوا عنده أخواته حاضرين ما بقدر يحكي مع حدا. ليش أخواته عنده؟ لك الملك الأسود والملك الأحمر، هدول ما بيتركوه بنوب. فضايلك لو والله واحد. اصحك تفكري بالشيخ بشي عاطل، لأنهم بيشوفوكي بسمعوكي. هي أنا نبهتك، انتبهي، بنبهوكي أول مرة بعدين تصطفلي. ما دخلني أنا أوعك. شو الصفحة هاي؟ يا سيدي هي بدها تخطب بنتها لواحد اسمه وضاح واسم أم رويدة، وبنتها اسمها زكية واسم أمها صبحية. شلون شلون؟ الأم زكية والبنت صبحية؟ لك لا، البنت زكية والأم صبحية، بس وضاح ما بده وأمه ما بده إياها، بده واحدة اسمها رويدة على اسم أمه. يلا قوم اقطع الخيط. ايه والله مو بعيدة يكونوا كذابين. يلا هلا هلا اقطعوا يا ولي. ضايلكم والله واحد، دستور من خاطركم. يا لطيف يا لطيف. اوعك تعيديها مرة تانية، ولو بتكوني باخر الدنيا بجيبوكي وبيمسكوكي وبيمسخوكي وبيعملوكي معزاية عم تنعي ليل نهار. لا دخيلك ببوس ايدك. يو شو معزاية؟ قولي على قامتي. انا حذرتك ونبهتك. والله ما عتعيدها ما عتعيدها بحياتي. شو بدنا نساوي هلا؟ الشيخ زعل منك هو واخواته الملوك. استسمحي لي منه، داخلي على الله وعليكي. كل شيء الا زعل الشيخ واخواته الملوك. ماشي رح حاول معه، بس لانك ادميه وبنت حلال، ولا لو وحده ثانيه غيرك ما دخلني. تصطفل منا إله لملوك الجان. يا رب سامحوني يا رب يا رب. والله بعينته هالشيخ، شيخه له انتو هو واخواته.
يلا الشيخ عم يستناكي. ان شاء الله رضي يسامحني. ايه حكيت معه لكان. يلا الحقيني تعي. يعطيك العافية شيخي. عدي عدي. ايه بقعد. أنا شيخي جايتك مشان. اسكتي أنت. وضح ابن الرويدة. إيه شيخي؟ إيه هو؟ زكية بن صبحية. إيه؟ إيه هي؟ وأنت صبحية. إيه شيخي؟ إيه أنا صبحية. كم سحارة صاروا ديبو؟ الخير الله عشرة. إيه الحمد لله. بنورية؟ مور معلم. الله يرضى عليك. تبعت سحارة لمختار الضيعة وسحارة لشيخ الجامع. والله مبارح يا مختار بعت لهم وقلت أكيد أنت رح تنبسط من هالشي. أكيد. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت سقاية يا بي؟ ايه يا بي، سقيت البستان كله. الله يبارك فيك يا نوري. شو أب نوري، بدنا تشد همتك بقى وتخطب له. التخت والمراية علي، بس انت تلحلح شوي. كتر خيرك يا معلمي. الله يفرحك ويوضع عن قريب بجاه الحبيب محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ايه عمي ديبو، الله يرضى عليك، سبيني انت على الحارة وانا لاحق. حاضر. تمر شي قبل ما امشي؟ ديبو يرضى عليك. بتقيم سحارتين، واحدة بدي ابعتها للشيخ وضاح المطلق، وواحدة إلنا بالبيت، والباقي بتوزعهم على أهل الحارة. واللبنات والجبنات تحطهم بالبيت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. موسم عام نوال كان أحسن. المشمشات لحالهم كانوا يرمولهم شي 350 سحارة. يا سيدي الحمد لله. الله يبارك، دائما الله يبارك يا أبنوري. إيه عمي؟ الدريبة اللي عم يمروا من قدام الشجر عم ياكلوا منه؟ شو ياكلوا ما ياكلوا مختار؟ ايه عليم الله اللي بيمد ايده على مشمشاي وحدة بكسر له اياها وبحمله اياها كمان. ايه مبارح شو مسكت لك راعي غنم كان عم ياكل من هالمشمشات. ايه والله دقيته قتلي حشك ولبك يا مختار على كيفك. لا لا، هي ما حبيتها منك نوري منوب. شوف عمي، الدريبة كلهم بياكلوا هذا الشجر، اذا ما اكلوا منه اللي بيمشوا قدامه الله ما بيبارك فيه. اتفقنا؟ أمرك مختار. مين؟ أنا أبو حدو. مين يا شهيرة؟ هذا جوزي أبو حدو. جوزك؟ أمك وأختك لسه ما أجوا؟ لا لسه ما أجوا. هفوتي لجوا. علي يا بحدو. مرحبا فهد. علي يا بحدو. شريف تفضل. شريف شريف. يلا يلا. دخيلك يا ربي، حتى جوزي صرت محرومة من شوفته. ما بكفي عامليني خدامة، شغل ليل نهار لا طلع ولا فوته. لك حتى أبو حدو نسي العشرة ونسيني ونسي ابنه. رح فيقه وخليه يبكي بركداً إذا أبوه سمع صوته عم يبكي بحن. أهلي يا بحدو. أهلي يا فهد. طمني شلون صرت؟ الحمد لله أحسن. هذا مو صوت حدو اللي عم يبكي؟ آه يمكن. إيه يستر على حريماتك، يستر على حريماتك يا فهد. اشتقت له، بدي شوفه، قلبي نشف على شوفته. في وين يا بحدو؟ لتكون ضعفت. لسه ما جربت يا فهد، لسه ما جربت الضنا. ضنا غالي. الله يطعمك. ايه مالي شي، استبر لك كم يوم كابر على حالك. شبنا شو قصدك يعني؟ خلص بعدين تفهم. لا تخافي، يعني حلوانك عندي. اكيد اكيد. شو ما صار يعني حلوانك عندي. خلص لا تنسي لي شغلة. وطا توكلي على الله ام صفوان. ولك الويدان. توكلي على الله.
مو هي المقطعة أم صفوان؟ ما بعرف يا مو، بس والله يمكن هي. يبعت لدى السل، شو عم تعمل هون؟ مرت عمي، مرت عمي، أمي عاوزتك. يي هي انتو، والله ما عرفتكم. يو اي بس نحن عرفناك يا بعدي. خير خير ان شاء الله، اهلا وسهلا. خير ان شاء الله، شايفتك طالع من بيت الشيخ جوهر، الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شوية وجع راس، قلت اروح لعند الشيخة زمزم خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه سمعتك عم تقولي لا تنسيلي شغلة وضاح. وضاح، ايه قلت لحالي يعني بطريقي بعمل له حجاب من العين. ايوه من العين، الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لك. ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا مو. اسمع على الحكي، كمان بده يعني يروح شق على شاهر؟ يضرب هو وشاهر؟ بعمري ما حبيتهم ولا طقتهم ولا حسيت بلهفة ناحيتهم. لك يا أخي ما بطيقهم أصلاً. أنا ما حبيت بكل هالحارة هي غير واحدة بس، مقتها. هي أحلى كاستين شاي للأبضايات. يا مو، مين في عند أخوكي بالمضافة؟ أبو حدو. أبو حدو؟ يو أمي، وأنتي ليش عم تبكي؟ أخوكي ضربك شي؟ إيه شو فيها يا مو؟ أخوها وضربها بيموت. أنتي سكري تمك ولا تتدخلي ولا كلمة. قلي لي يا مو، هلأ جوزك وأخوكي اتخانقوا شي؟ لا يا مو لا، بس أنا متضايقة شوي. يو أضرب عليك على حظك المعتر. طيب لك أمي، بركي جوزك جاي ياخدك عبيتك. أخدني عبيتي؟ إيه مو بعيدة يا تقبري أمك، مو بعيدة. هلأ إذا وافق أخوكي بتقومي بتبوسي إيد أخوكي وإيد جوزك وبتطلبي من جوزك السماح. إيه؟ هو ياخدني على بيتي واللي بده يا بيصير. زهدي شبه؟ مو هداك يا بصياح؟ مين بصياح؟ هلأ ما عاد تعرفه لا بصياح مصري. ايه والله فكري شيء ابو صياح، وينه؟ ماني شايفه. شح قدامك قاعد على حجر عياش. لك ايه والله، قوم لنسلم عليه ونشوف شو عنده قصص جديده. انا قصص ما قصص، ايه بحياته ما عاد يكذب كذبه بعد البدن اللي اكله من ابو شرار. روح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سلام. شلونك ابو ضاي؟ اهلين اهلين بالشباب، اهلين ابو صياح. اهلين ابو ضاي، اقعدوا اقعدوا ابو ضايات اقعدوا. لك 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 ابو صياح، لك وشك كانه لساته ورمان لهلا. أبو صياح، شو ما بدك تاخذ قطارك من أبو شراء؟ كل شيء وقته حلو أبو ضاي. والله لك أنا مستغرب لك أبو ضاي، شلون بتخلي واحد مثل أبو شراء يعلم عليك؟ لأنه أنا بفهم بالأصول، لأنه بيكون أبو شراء ابن عمه للعقيد أبو أدهم معلمي، ما حلو أمد إيدي عليه، بس لولا هيك والله كنت مسحت فيه الأرض. شو بتساوي يعني؟ بمسكه من خوانيقه، بطحه على الأرض. إي بدعكه وبدعكه 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 وبنحشه. أبو صياح؟ لك مو هذا أبو شرار؟ ها؟ وينه؟ لك استنى استنى، ما هو مو هو مو هو. إيه شو قلت اللي بدك تعمل فيه؟ بدي أفحصه بهالحجر. أوف، ليش فيك تحمل حجر عياش أبو صياح؟ إيه بحمله، بحمل أبوه كمان. شو يا مو؟ راح صهرك؟ مين صهري؟ يو اسمعوا على هالسمع، شو مين صهرك؟ صهرك أبو حدو؟ قصدك اللي كان صهري؟ يو على هالسمع، شو قصدك أمي؟ خلاص يا مو خلاص، أبو حدو نسيها لشهيرة. يعني أمي هو ما جاب سيرة شهيرة بنو؟ بنو؟ الزلمة جاي يطمن علي. هو ابنه؟ ابنه ما سأل عنه؟ ما طلب يشوفه؟ ما سأل عنه ولا شيء. بعدين يا مو أبو حدو معه حق، ويكتر خيره الزلمة، ستر علينا وما جاب سيرة لحدا على هالقصة. لا تلومي يا مو، لا تلومي. لا لا، أبو أدهم مو هيك. أبو أدهم رجال معدل وأبو ضاي وزقرت وكل عمره عايش على العز والنعم. لا أخي لا، أنت ما اشتلقت عليه كيف تغير لونه وصار بده يغير الحديث لما كنت عم تحكي عن حصة عفاف والورثة. يعني صهري أبو أدهم
بده حصة عفاف من البوايك والبيت وما بده ياخد مصاري. ايه ما فشرت عينه؟ ما بيطلع له معنا شيء. بس والله صار يا ابو ادهم بيحبنا وما بظن انه صهركن عنده الله كافيه ولا مفكر بورتة حرمته ولا برزقتها. وشلون صار جرحك يا ابي؟ الحمد لله يا ابي احسن. الحمد لله. ديبو جابلكن سحارة المشموش؟ ايه ابن عمي يسلموا ايديك، بس سحارة واحدة ما بتكفيها لانه بدي اعمل معقود ممروت ومعقود مفقش وشوية امر الدين. بس تروحي على المزرعة جيبي شو ما بدك وفقشي ومرتي اللي بدك يا. ليش يا بي انت رح نروح على المزرعة؟ بهالكم يوم ان شاء الله يا بي، انا وصيت منوري وبنتها يقلفطوا المزرعة كلها. وين قايم يا مو؟ يا مو بدي اطلع لغطي ارتاح شوي. اطلع ريح يا بي اطلع. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله حبيبي. قومي سميحة شوفي مين. ايه على عيني. مين بده يجينا بهالليل؟ احكي له قصة تحسين مع بيت ابو محمد هلا ولا بعدين؟ هذا عمي ابو سليمان يا ابي. اللهم اجعله خير. امين. والله يا ابن عمي هالولاد تعبيني كتير، وسليمان مثل ما بتعرف من يوم ما حمل حجر عياش انكسر وصفي عطيلة، وسليم من يوم ما قتل رضا الله يرحمه ما بشوفه بالشهر مرة طايش حجره، وفارس كمان من يوم ما اتجوز راح سكن بالصالحية، وضليت أنا وهالحرمة وهالعطيلة سليمان بهالمزرعة بنشتغل أنا وهالحرمة على قد مروتنا، وسليمان بيساوي كياس ورق، وكل ما جمعنا قرشين بيجي سليم بياخده، وفارس كل شهرين ثلاثة بيجي بياخد المونة وبيروح وما بشوف منن ولا نقلة. لا تزعل مني ابن عمي، انت دللتن كتير بصغرون، وسليم قتل رضا ظلما وعدوانا، وامه لرضا الله يرحمها ماتت من حرقة قلبها على ابنها، وبرضا لهلا ابنه ما عم يطلع من راسه، الدم تقيل وما بينتسى لك يا ابن عمي. سيدي المكتوب ما منه مهروب. ماشي يلا مساح وشك بالرحمن وصلي على النبي. اللهم صلي على النبي. ايه ابن عمي درينا انه وضاح مجروح، شلونه؟ لا الحمد لله جرحه بسيط وعم يتعافى. الحمد لله على سلامته. اليوم الصبح لا درينا بالخبر، وبنهار ما بنقدر نجي مشان ابو رضا اذا شاف بده يتذكر ابنه ويفور دمه، مشان هيك جيت بالليل. اهلا وسهلا فيك، امتى ما اجيت البيت بيتك لك ابن عمي، عن اذنك شوي. الموضح رضاي عليك يساوينا لقمة عشاء لابن عمي ابو سليمان. اتكي وبيكون جاهز ابن عمي. قومي يا مو قومي ساعديني. بس نحن عنا لك عفاف والله كافينا من نحيمه. ابن عمي هذا حق والحق ما بيزعي. ما اختلفنا، بس كأنه اخواتك ما لهم خاطر ان يكون لك حصة بالبوايك والبيت، وانا بشوف انه معهم حق. الجماعة اخوة وبدون يشتغلوا مع بعضهم، ما بدون حدا براني يدخل بيناتهم، وهذا حقهم. إلا كان يعطوني حق حصتي مصاري. أنا حسيت من كلام أخوك يا أبو قاعود إنه الجماعة متدينين شوي، ونحن والحمد لله لك عفاف، الله ما نعم علينا. بدك رأيي؟ فوتي حقك لأخواتك وسامحيهم، هيك بتكسبي مودتهم مودة أولادهم، وبترفعي راسي قدامهم وقدام كل أهل الحارة. يعني ابن عمي أنت إلك خاطر إني فوت حقي؟ شوفي يا عفاف، أنا ما بحط خطيتك برقبتي وبفرض عليك إنك ما تاخدي حقك، بس أنت وازنية بعقلك، إذا أنت تنازلتي لون رح يلاقوها حلوة كتير منك. تقبر قلبي يا حق، طول عمرك شهم وقبضاء ونفسك عفيفة. لك ما حدا أخذ منها شيء إلا عمله وذكره الطيب، ويكون بصحته وعافيته هو وعياله، ويكون هن رضيانين عليه وهو رضيان عليه. وانت ابن عمي رضيان علي؟ لك انا رب العالمين رضيان علي لانه جمعني فيك.
قد عاصر ليومين مو نايم. لك يا خيي كلنا مش نايمين نحسنين. هسه بنعمل هالبرمي بنرجع على الكركون، بنشوف له هذا الباس شويش نايم من دفس، بنحط راسنا وبننام. يا خيي الحارة أمان في شي بيخوف. أنا شايف الأضوية مش شاعلة. جوز انطفوا من الهواء. قولتك. شرفوا. شفناه. بس ما يكون يشتلقوا عليك. لك لا ما اشتلقوا. سمعتهم عم يحكوا مع بعضهم انه رايحين يناموا وما حد رح يرجعوا. اكيد هيك سمعتهم عم يقولوا. لك ايه اكيد اكيد. يلا 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 لسي لسي. أنو غلّي قديش طلعوا؟ لك أربع خمس براغيت قد بدهم يطلعوا يعني؟ تحسين؟ شو في بالجيب الثاني؟ ما فيها شيء فيها هي غلة الخان ما حدا يقرب عليها. غلة الخان؟ أه يا واطي يا حرامي قسما بالله هي غلة الخان أبو علوش. ضعف فيها ضعف فيها تحسين. تحسين بس تحسين؟ بعد أشوف والله لا أطلع بروحك يا تحسين. لك حرامي أنت حرامي. الله يسامحك يا أبو علوش بعدين نحكي فيهم هدول. يلا يلا بحارك. خالصين؟ خالصين. هلا بنروح بنتقاسم المصاري. لك شو رح تفضحنا انت؟ تحسين بكره بتجي وبنتقاسم المصاري بكره وبنتقاسم الاغراض بكره. مش مش يلا بسرعه يلا. السلام. ليش هيك معنا الكلالات؟ يسعد صباحك ابو ياسين. اهلين فخري. الله يصبحك بانوار النبي. شلونك محمد؟ اهلين ابو الفخر. يا ابي الله يسعد صباحك. شو ابو ياسين؟ ايه وانت صاحبك بصراحه فاتي على بكير اليوم. ايه والله هيك باي. هذا يمكن هربان من مرته على بكير. حلوه عجبتني. منين خطرت لك هاي؟ يا ديبو ديبو. أهلين أبو صادق. مرحبا ديبو. أهلين. شو المختار مو؟ بالبيت لسه ما أجا. الله يرضى عليك يا ديبو. رونا ديلو خليني يمشي قبل ما تشوفه بالدنيا. بسرعة الله خليك. يلا يلا تكرم. عبد الغيان يا تنادورة. آه طفي الشوبات يا حبا. أهلين عرفان. أهلين عرفان. أهلين عرفان. أهلين عرفان. أهلين عرفان. أهلين عرفان. يا أخي شو بعرف إنه مصايبة؟ اللهم لا أسألك رب القضاء. بسم الله. دمعة دمعة الله يبارك له. على كيفك يعني؟ قرب على شو صار صراحة من الحركة اليوم؟ إن شاء الله ألف دائمة. صحتين وهنا تقبرني. يا رب. ابن عمي بدي أقول لك شغلة. قولي. أما محمد الاسكافي مبارح اجت لعندي. لميت أهلا وسهلا. إيه بس المخلوقة متضايقة كتير. خير شبه؟ هذا تحسين ابن عمه لأبو أدهم. شبه تحسين؟ لشوف ميم. صباح الخير معلمي. أهلين خالي ديبو. أبو سادي عم يستناك قدام الحاصل. قال عاوزك ضروري ضروري. يلا سبقني بقول له جاي. امر شي معلم. سلامتك. يلا خاطرك موضح. مع السلامة الله معك. الله يقصف عمره هالأم عبده. شلون شافتني وعرفتني. والله بكرة لا تفضحني بالحارة وخصوصي إذا حكيت لأم موضح. هي من غير شي ما بطيني. شلون إذا عرفت إني عم روح لعند الشيخ جوهر مشان أعمل له عمل لابنها.
ولي على قامتي. شو عملت بحالي أنا؟ شو بدي ساوي هلأ؟ إيوا والله مالي غير اسبقها لعند أم وضاح وقطع عليها الطريق. شو هاي شغلة وضاح يا ترى؟ مرت عمي أم صفوان عم توصي مرت الشيخ جوهر إنها ما تنساها؟ غريبة. وما انتفعت بنوب من حكمة أبو صفوان؟ لا والله يا أبو فخري لا والله، البنت كل مالها لورا. معناتها ما صفي قدامنا غير الشيخ جوهر، عم يقولوا كتير منيح وما بيصعب عليه شيء. يا أخي فكرت بالشيخ جوهر، بس الشيخ جوهر عم بيقول عنه شيخ نزير مش عاوز وكذاب. لك لا شو كذاب، والله في كتير ناس تفادوا على يدي للزلمة يعني، بس هو الشيخ نزير ما بيطلع. السلام عليكم. أهلين أهلين أبو نجيب. أهلين أبو نجيب. خير إن شاء الله، ما بتشوف إلا الخير سيد راسي. شو خير؟ مشان كرت دكاكين سيدي. شو بنا أبو نجيب؟ لسه الشهر ما خلاص. شو الحكي؟ مين قال لك ما خلاص؟ امبارح اطلعت على الهلال شفت. شو الحكي سيد راسي؟ أعوذ بالله خلاص. لا أنا سيدو ما خلاص، لسه الهلال ليهل بده يومين ثلاثة. هلا يومين ثلاثة بيناتنا سيد راسي أبو فخر شباب؟ أي أبو نجيب في فرق، بس يهل الهلال تجي تاني يوم تاخد حقك عدوز بار عمي. شو يا سيد راسي؟ شو عليه يومين ثلاثة يومين ثلاثة؟ الله يسامحك يا فخري، الله يسامحك. والله مالي نفس الضحك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين بخير وشرف، تفضل. خير شو بكرني؟ هل بده كرت دكاكين لسه شهر ما خلاص؟ ضربة تخلع رقبته إن شاء الله. خير أبو محمد؟ ليش شايفك مو على بعضك؟ خير شو القصة؟ سيدو بعيد عن احبابك يعني، بنته مرضانه شوي وحكمه ابو صفوان ما اثرت فيها. اخي بسيطه ابو محمد بسيطه. لك شو بسيطه يا ابو خير وشو بسيطه؟ البنت رح تروح من بين ايدي. لا اسمع لك، بتاخذها على خستخانه الغربه، هي فتحتها الدوله هنيك، في حكمه دارسين وفهمانين، خذها لهنيك وتوكل على الله. والله ما بعرف. اخي ابو محمد اسمع مني وخذها على الخستخانه، يلا ربي يشفي وعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أبو الفخر أخذ على خستخاني؟ لك لا شو تأخذ على خستخاني، يعني الله يرحمه أبو عارف ما تهني. إيه والحل؟ الحل ما له غير الشيخ جوهر. مرحبا عمي يا فخري. أهلين. كنت اشتري من عند عمي ابو صلاح ملح ما لقيته بدكانه. وين بده يروح يعني عمو؟ روح شوفه عند ابو صفوان، عند ابو ياسين، عند ابو رضا. عمرك عمي. اهلين. شو حكايته ابو صلاح؟ دكانته مفتوحه من قبل ما تفتح دكانتي، يعني من قبل طلوع الضوء ما شفته ولا له حركه. لك ايه والله انا هيك. قوم فخري قوم شوف شو الحكايه. يلا قوم قوم. صلاح؟ يا ابو صلاح. يا عمو. شو هذا أخو محمد؟ ليك؟ نعم لك قفل مكسور ومحل فاضي كانوا مسروق. لك أبو زيدي، أبو صفوان، أبو ياسين، أبو رضا، لك بنسرق محل أبو صلاح يا عالم. تعال شو هالحكي؟ إيه والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شوف مسكين يا أبو صلاح. سرقة بحارة العياش. عم بقول لحالي ليش فاتح بكير أبو صلاح؟ وينه أبو صلاح هلا؟ وينه أبو صلاح؟ شو في يا جماعة؟ شو في؟ لك انسرع محلك يا أبو صلاح. شو هالأولى؟ هاتي حالك هاتي حالك. طول بالك طول بالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرب بيتي الله يخرب بيتهم، يحتك حريش الشغله. وكل الله ابو صلاح، وكل الله بيتك عامر ما بينخرب ونحن موجودين. نحن يستوطوا حياتنا ويسرقوا لنا الدكان، بسيطه الا ما اعرفهم. صلاح الله يرضى عليك، روح خبر المختار. وانت يا ابو صلاح روح خبر كركون. وشو بده يسوي لي الكركون؟ شو بده يسوي لي الكركون يا ابو صفوان؟ يا ابو صلاح ما بيصير، لازم الكركون والمختار والعقيده بوقتها بيدروا بالقصه. لك لك روح بسرعه. يلا يلا روح صلي على النبي. والله ومسكتك يا كرنيبي يا شرني. وقال شو؟ بتنظنظ لي حالة وبتتمسكن وبتقول أن غشيمة يا بعدي، وبحياتها لا راحت على الشيوخ ولا بتعرف بهالشغلات. الله لا يوفقك يا صبحية. قال أم صفوان قال إن شاء الله ما بتشوفي الصفا والهنا بحياتك يا مقوصة يا محورقة. معناتها من هيك عبده تغير من يوم ما أخذ بنتها. يا ترى كم محجاب صارت عاملت له؟ والله أعلم شو عم تسقيه والطعمي كمان. لا
هاي شغلة ما بينسكت عنا بنوب. اي والله بتروح للصبي. يامو شبك شو في يامو؟ شو بوضح؟ اه يعني ليش لحتى مرت عمي ام صفوان تساوي له حجاب عند الشيخ جوهر؟ يا وانت شو دخلك بهالقصة؟ اه شو دخلك فيها؟ تمام شيكو زعل شيكو زعل. حضرة الباشا ويش شرف وصلتوا لشي؟ أكيد أفندم أكيد. شو حضرة الباشا ويش بيّن معكم شي؟ طبعا أول باشتان هذا مش واحد نفر هرامي، هذا تنين نفر هرامي. أها والله فكرناك عرفت الحرامي. وتاني باشتان هذا ولد حرامي سراق، أكيد كان في معه حديدة شاكوش يعني قاينجا. يعني أكيد بده يكون معه حديدة، شلون بده يخلع الباب يعني باشاويش؟ يعني أنت في عندك معلومات مين هو هرابي؟ أنت لازم بيروح معي كاركون مشان يعطي نحن معلومات. لك شو معلومات ما معلومات؟ أنا ما بعرف شي أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام مختار أفندم ناصي سن. شو حضرة البشاويش طلع معكم شي ان شاء الله؟ معلوم مختار افندم، اول خيط صار هون بايد حضرتنا. اخ عال ما في احلى من هيك. بس هذا الولد جزار في عنده معلومات مهمات ومفيدات، لازم بيروح كاركون. ايوه لسه بيقول لي معلومات ما معلومات. اق عمي انا معلوماتي هوك يعني يوك. لا 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 انت في معلومات.